Think I need a vacation. Cause I've been bumping on my grind all week, but you're losing sensation. Down for the count before you hit that beat. Cause I've been walking around that lifeline, hoping to make a good time. متهيألي كلنا بيبقى عايزين ان احنا شكلنا يكون حلو اول يوم مدرسة، وبالنسبة لنا اول يوم ده حاجة مهمة جدا. فعشان يبقى شكلنا فعلا حلو ولطيف واللي هو من غير ميك اب كتير وكده، عشان في مدارس مش مسموح فيها الحاجات دي، فدي الحاجات اللي انا بعملها دايما قبل يوم اول يوم مدرسة. بس وانتوا زي ما انتوا شايفين انا متبهدلة على الاخر، فهوريكم كل الحاجات اللي بعملها قبل اول يوم مدرسة. Let's go. بصوا الماسك ده انا فعلا من احسن الحاجات اللي جربتها. هو انا بعد ما بنضف وشي كويس من اي ميك اب وبعمله كلينزنج كده، بحط الماسك وبعد كده بسيبه لمدة 15 دقيقة. بعد ال 15 دقيقة هو بيكون لزق على وشي، وبعد كده ببدأ اشيله بالراحة او بكوتن باد مبلولة يعني عشان يكون بيلزق. بس وهو فعلا فعلا من احسن الحاجات اللي شفت الماسك اللي شفتها او جربتها يعني this one. فلو عايزين تجيبوه هقول لكم انا جبته منين في الديسكريبشن بوكس وبس. Yeah, 20 minutes later. لما بحطها هنا على مناخيري، الاول ببل مناخيري ميه بعد كده بحطها. دي بتشيل بلاك هيدز وبتنضف لو في اي حاجه على المناخير. بس لو يعني مش بتعملوها وعملتوها فعلا بتطلع كل البلاك هيدز واي حاجه مش يعني مش نظيفه.